حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه، وهو حديث أبي برزة، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولا إلى حي من أحياء العرب في شيء فضربوه، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لو أنك أتيت أهل عمان ما ضربوك. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. وعمان هي مدينة بالبحرين، وكلمة البحرين في ما مضى تطلق عند العلماء على المدينة التي تكون على ساحل الخليج، ولا يقصد بها الجزر المسمى ببلد البحرين في هذا العصر، لا، وإنما كل بلد يكون على ساحل الخليج يعد من البحرين كمصطلح قديم عند العلماء. وهنا حديث آخر يتعلق بعمان، وهو عند الإمام أحمد رحمه الله، من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لأعلم أرضا يقال لها عمان ينضح بناحيتها البحر، بها حي من العرب، لو أتهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر. هذا عند أحمد، لكنه حديث ضعيف لانقطاعه، الحديث يغني عنه الحديث السابق.